شرابية في ايه؟ الحق يا حاجة، في مصيبة. مصيبة ايه؟ وانا نايمة سمعت صوت، طلعت بره اشوف ايه، ما لقيتش حاجة. انت يا ولاد خبلتي، اسمعيني للاخر يا حاجة، في مصيبة. مصيبة؟ مصيبة ايه؟ خلصيني. جيت اخش اوضتي سمعت رجل بره، قمت مسحابة اشوف في ايه، لقيت يا لهوي يا ولية انطقي، ما تجننينيش. المعلم ابو سنة واقف قدام الاوض بيتلفت يمين وشمال، وقام داخل على الاوضه. وفيها ايه؟ راجل وداخل اوضته بالليل. ما هو ما دخلش اوضته. ما اوضه مين؟ خش اوضه افندينا. افندينا؟ ايه ده؟ ايه؟ انا فين؟ انت في اوضتي، في سريري. ولو ركزت معايا شوية ممكن تبقى فيه. يخرب بيتك، يا بنت هتودينا في داهية. يا راجل وطي صوتك شوية، حد هيسمعنا. يخرب بيتك، يا بنت هتودينا في داهية. لا يا اخويا، هو انا اللي كنت خدتك من ايدك ودخلتك اوضتي؟ انت ضيفي النهاردة وانا كريمة قوي مع ضيوفي، واحب اظبطهم. يا بنت تهد، بدل ما اسكعك قلم انزلك طقم سنينك. يا رب. طب جرب تعملها كده يا بنتي. اهمدي بقى، اهمدي يا ولية شويه. ما انا همدانه، هو انت شايفني بقطع في شعري ولا بحطه في السجاده؟ انا لازم افهم، انا ايه اللي جابني هنا؟ عندومه. عندومك ده ايه؟ لا عندومك انت. ده عند امك. عند امي، عند ابويا. يا ود انت قمر من قريب. الله 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 الله. ما تيجي تبص على نفسك في المراية. ابص على نفسي في المراية ليه؟ وانا جاي اتعرف على نفسي هنا؟ ما تجيب بوسه. بوسه ايه؟ يا بنت هتودينا في داهية. اوعي يا راجل. استنى، هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ حمام ايه؟ وانا شرفتني ليه ده الحمام؟ اوعي يا بنت. طب استنى والنبي شوية. اوعي يا بنت. يا لهوي، ايه صوت العبد ده؟ ياك تكون وقعت على رقبتها واتكسرت. امين يا رب تتكسر رقبتها يا رب. حاجة اروح اشوف ايه اللي بيحصل. انت اتجننتي ولا ايه؟ انت عايزاها تشوف جوزها مع كرامه، تعمل لنا فضيحه؟ ده عايزه جنازه وتشبح فيها لط. تعالي خبطي هنا لما نشوف البلوه التانية. بس انا خايفه يا حاجه اخبط سي خميس يجي يعملها لي مصيبه. خبطي وخلصيني بس بشويش. حاضر يا حاجه. حاضر. ده خبط يا وليه؟ انت بتوشوشي الباب يا حاجه. ما انت اللي بتقولي لي خبطي بشويش. بس مش للدرجه دي، اذا كنت انا مش سامعاكي. خبطي عدل بس بالراحه. حاضر حاضر. صوتك مش عايزه فضايح. انت تتخرسي خالص. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا فين؟ ما انتش خارج من الاوضه، ولو خرجت هصوت والم الناس عليك واقول انك تهجمت عليا.
انت يا بنت المفتاح. مش جايبه المفتاح. هات المفتاح. وطي صوتك، عيب هيسمعونا بره. وانا زهقت دلوقتي. عايز تطلع من الاوضه؟ مد ايدك وخد المفتاح. ايه يا بنت الشغل القديم ده؟ انت بنت المفتاح بدل ما كسر الباب. هموت في العنف. بقول لك ايه؟ لو كسرت الباب هم هيسمعونا بره، ولو سمعونا هضطر احكي لهم على اللي حصل. هو حصل ايه؟ داخل تتسحب عليا اوضتي وانا لوحدي، واخده راحتي ولابسه عريان، والاوضه فاضيه علينا، والسرير مغري. الله 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 الله. والفرشه دافيه. ايه ده؟ والشيطان ما بيصدق. كل ده وما حصلش حاجه. انت يا بنت المفتاح اسمعي الكلام، انت جننتي رسمي. انت لسه مش عارف انت فين؟ انا كنت نايم في اوضتي، ايه اللي جابني هنا؟ يا معلم انت جاي من بره على هنا وانا شايفاك بعيني. انا كبرت وخرفت، مش عارف يمينك من شمالك. انت بتقول ايه يا حاج؟ انا احمد ربنا ان خميس لسه ما جاش، والا كان قومها حريقه. خميس؟ صوتك بدل ما حد يسمعنا. وانا زعقت دلوقتي، انا زعقت. بس نفسك تزعق علشان يسمعونا بره وتفضحني. طيب هات المفتاح ومش هفضحك. لا اقعد معايا شويه. يا بنت اقعد اعمل ايه؟ اقعد اعمل ايه؟ فكر. طيب هفكر وباجي لك. افتحي بقى الباب. لا اقعد شويه معايا. مش هتفتحي الباب؟ لا. افتح بنت الباب، افتح الباب. اموت في العنف. بقول لك كم معايا؟ خميس ما وصلش. ما وصلش ازاي؟ اذا كان هو اللي موصلني. اوعي بقى. طب استنى خليك. لا انت اوعي بقى، سيبيني بقى. خميس؟ في جلابيتي؟ هو فاكرني ايه؟ عبدي من عبيده ولا صبي من صبيانه؟ انا المعلم هنا، وكل حجر في الحته دي يشهد بكده. هو في حد يستجري ده وشيد بشام في البلد دي اللي بيزني مني انا؟ انتوا اوعى ايدك. انا اركب عليا عيل سيس زي شفاعه، وديني اكون خاربها على الكل، وديني اكون جايب عليها وطيه. بقول لك يا معلم براء، انت شكلك تعبان قوي، تعال نروح دلوقتي. اوعى ايدك. انا مش عايز اروح، انا مش عايز اروح البيت ده تاني. انا مخنوق، انا تعبان، تعبان قوي. هات ازازه ثانيه يا رزق. كفايه شرب يا معلم براء، انت شربت كتير قوي جوه. تحسبني ايه؟ ادرى معلم براء، بس عشان خاطر تعالى نروح دلوقتي. خلاص كلكم بقيتوا معلمين، ولا الصوت بتاعكم هنا ولا ايه؟ يا معلم معاش ولا كان اللي يقول عليك كده؟ معاش ولا خلاص، وقدام الناس كلها. بس معلش، وديني وايماني ما انا معديها له المره دي. وديني وايماني لا اوريك يا نوح، هوريك يا نوح من المعلم. انا ولا انت يا نوح؟ انا ولا انت يا نوح؟ سيبني انا، سيبني 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 سيبني. ده الواد اللي حلتي وطلعتي بيه من الدنيا، واخد عكس ماشي فيها بظهره. عيل غبي ماشي عمال يلطش في عتمه ملهاش اخر، وهيضيعنا معاه. بس انت زودتها معاه قوي يا سيد الناس.
عاوزه ينشف ويبقى راجل. احنا في ايام ما بترحمش والدنيا سهلنا اسنانها على الاخر، بتاكل اللي عضمه طري وتحلي بلحمه. وابن النوح ما ينفعش يبقى من دول، ده كبير السوق من بعدي، ده كبير السوق من بعدي، ولازم الكل يبقى تحت درسه. طب وخدمتك الغلبانة دي يعني مش ناوي تديها حتة؟ يا بنت من تيجي الكل ما تطمعيش بقى، حتة من السوق أكل منها عيش. تعبنيش على رزقك، التقيل جاي ورا. كلام ما باخدش منك غير كلام. الكلمة عهد، والعهد يمشي على كل الرقاب. والنبي أنا لنفسي رقبتي تتلف بأساور، أشم ريحة الدنيا بجد، مش هقضيها خدمة ومرمطة وقلة قيمة. يا بنت هو في قيمة أكتر من قعدتك دي معايا؟ اتساير ونقول اللي طابي على الصدر. النبي نفسي أدخل جوه دماغك دي أعرف إيه اللي بيدور فيها. تتوهي تتوه كان غيرك أشطر. يوه يا بنت أنا دماغي دي كلها سكك ومشاوير، ما فيهاش ميادين ولا علامات، حتى رصيفها لسه ما قالش أوانه. مش يمكن لما أدخل فيها أوصل؟ حاولي على الأقل تبقي خدت شرف المحاولة. ماشي هنشوف. نشوف؟ ما نشوفش ليه؟ يا بنت الحوار الجامد اللي دخلتينا فيه ده، قومي يا بنت عاوزين نشوف حاجة حلوة. سلام من عيني.
بنت يا سوريا، بنت يا سوريا، اي بنت يا بنت. ده انا في ثانوية عامة، ده لو بابا وماما عرفوا ممكن يموتوا فيها. ابوس ايدك.